اهلا بحضراتكم من جديد. امبارح وانا بكلم حضراتكم عن الجلسه بتاعت مجلس الامن اشرنا الى انه في شاب مصري اسمه احمد شجيع من الاسماعيليه، رحاله مصري، قرر انه يسافر لعدد من دول العالم ويوري الناس علم مصر والعملات المصريه، وكان موجود في نيويورك اثناء عقد جلسه مجلس الامن، فخد علم مصر وراح يقف قدام المجلس، لقى 500 واحد اثيوبي لكنه اصر على انه يقف ويعلن وجوده كدعم لمصر ولموقفها في هذا التوقيت بالذات. الحقيقه انا كنت سعيد جدا بهذا الشاب وبمبادرته. النهارده احنا معانا الشاب المصري الرحاله احمد شجيع. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. يعني احنا عرضنا امبارح الصوره وحضرتك رافع فيها العلم قدام المقر اللي بتعقد فيه جلسه مجلس الامن. يعني الاول احكي لنا عن هذا الموقف يا فندم، تم ازاي؟ انا اثناء رحلتي يا فندم ليا 60 يوم رحله، دلوقتي في رحله حاليه 60 يوم حول العالم لرفع العلم المصري ودعم السياحه المصريه في 30 مدينة حول العالم، ونيويورك دي المدينة السادسة ليا في رحلتي. أثناء تواجدي هنا في نيويورك عرفت من يوم الثلاث قبل الجلسة بيومين إن في جلسة سد النهضة هتكون قدام مجلس في مجلس الأمن أو في المبنى في الأمم. شديت الرحال على هناك من الساعة 9:30 لأن الجلسة بدأت الساعة 10:30، آسف الساعة 10 صباحا بتوقيت أمريكا. كنت هناك، فطبعا كان في مسيرة منظمة موجودة هناك تقريبا من 600 ل 700 شخص او اكتر. دخلت طبعا ان انا حتى اشوف اي حد في الاريا موجود مصري او شايل علم مصر او من حتى عربي، مفيش حد موجود خالص. ما لقيتش، لا يا فندم مفيش حد خالص. وانا كمان رحت داخل بقى، انا معايا كذا علم في شنطة الباك باك اللي بشيلها على ظهري بمشي بيها، فطلعت بقى العلم الكبير اللي هو 2 متر ونص تقريبا في 2 متر، وبدات طبعا هو اثناء ما الجلسه بدات احنا بنكون عارفين انها بدات، فبدات الهتافات من الجانب الاخر او الجانب الاثيوبي، وطبعا رحت انا مطلع العلم الكبير وواقف في النص بالظبط، يعني في نص المجموعه بالظبط اللي هم كذا شخص دول، وطبعا بدات المضايقات، ولكن الامن كان موجود بصراحه، وكان يعني كمان في صور انا منزلها، الامن كان نفسه يعني حامل او ماي جاد، يعني ازاي شخص يخترق بعض الحدود الاثيوبيه ويكون ويكون موجود. بس انا كنت بوصل رساله لجهه معينه ان احنا حتى لو واحد بس، شخص مصري واحد ممكن يقف قدام مليون شخص. صحيح. وانا على يقين ان لو في اي حد كان مكاني او اتيحت له الفرصه ان هو يكون موجود قدام الامم المتحده من المصريين كان هيعمل اكتر من كده. انتوا فضلت الوقفه دي استمرت قد ايه يا استاذ؟ المسيرة تقريبا يا فندم او التظاهر تقريبا حوالي ساعة 45 دقيقة بالظبط. طب يعني المبادرة اللي حضرتك اشرت ليها في الاول انه يعني هتروح ل 60 مدينة لتشجيع السياحة، برضو احكي لنا عن هذه المبادرة، الفكرة جت ازاي؟ حضرتك في الاساس يعني شغلك الاساسي ايه وليه خدت المبادرة دي؟ في البدايه يا فندم انا اسمي احمد شجيع من محافظه الاسماعيليه. انا بسافر من 16 سنه دلوقتي، انا سافرت 58 دوله قبل كده رافع علم مصر وبوزع عملات مصريه من فئه الجنيه ونص جنيه بيكونوا جداد للاجانب وبرديات. انا عامل مبادره اسمها خليك سفير لبلدك، ان احنا نحاول نقف جنب بلدنا من خلال سفرنا حوالين العالم. الرحلة اللي أنا فيها دلوقتي دي رحلة ل30 مدينة مش 60، أنا في المدينة السادسة دلوقتي وبرفع على مصر كمان قدام جميع القصور الرئاسية من الدول اللي أنا بروحها، من ضمنها قصر السيد بوتين كان قبل 4 أيام، أنا كنت في آسف قبل أسبوع أنا كنت في بحضر اليورو بتاع 2021 المؤجل من 2020 بتاع اوروبا في مدينه سان بطرسبرج، ورفعت العلم المصري هناك قدام قصر السيد بوتين. كمان بكره هكون في واشنطن قدام البيت الابيض علشان ارفع العلم المصري قدام البيت الابيض ان شاء الله. المبادره ان انا حاجه بسيطه جدا، انا رحاله فبلف البلاد يعني علشان شغفي وحبي للسفر واكتب في مدوناتي. اخر 10 سنين يا فندم انا قلت طب انا كده كده بسافر، ليه ما اعملش حاجه لبلدي واساعد
في تنشيط السياحه المصريه واكون سفير لبلدي خارج مصر. بدات اخد المقتنيات بتاعتي بالنسبه للعملات المصريه، النص جنيه عشان رمسيس الملك رمسيس الثاني، والجنيه علشان خاطر معبد ابي سمبل عشان هو مشهور جدا، بيفرق جدا صدقني يا فندم مع الاجانب. الهدايا اللي احنا بنديها لهم لها وبنتكلم في الموضوع ده. طب يعني معلش، اذا كان هذا السؤال اعتقد مش خارج الاطار، يعني الى جوار عملك انت بتقوم بهذه الرحله، يعني الرحله دي مكلفه فتمويلها بيتم ازاي؟ انا يا فندم انا يعني عندي بيزنس كده في 3 شركات معروفين في مدينه الاسماعيليه. عندي بيزنس في وكيل في احد شركات المحمول رقم 1. رقم 2 انا عندي شركه مزارع مانجا بتحمل نفس اسمي. اسماعيليه طبعا، بنورد اسماعيليه طبعا. طبعا طبعا طبعا. وعندي الشركه الثالثه اسمها برضو تحمل نفس العلامه التجاريه، شجيع سبيشال نمبر او الارقام المميزه. طب يعني احنا سمعنا ان في مشكله في المانجا السنه دي، صحيح الكلام ده ولا مش مظبوط؟ المشكلة أنا وضحتها على البيج الخاصة بينا، ولكن هوضحها مع حضرتك دلوقتي. احنا عملنا دلوقتي يعني سؤال ذكي جدا، وأنا حبيت إن أنا كنت يتسأل. المبادرة السنة دي على موضوع المانجا، فعلا المانجا كان فيها مشاكل السنة دي، بس بسبب الطقس وليس بسبب نوع مرض من الأمراض، علما بأن مرض السوادة موجود من 6 سنين او 7 سنين في مصر، واحنا بنقدر نطرده. يعني ده اللي اسمه الهباب الاسود ده. لا، هو اسمه السواده. يعني السواد. مش السواده ده مرض ثاني، اسمها السواد يعني مذكر. ولكن الهباب الاسود يعني ده لفظ اطلق على في كورونا، ملوش علاقه بموضوع المانجا. ولكن احنا تنشيطا للسياحه ومساعدة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قدرنا هننظم إن شاء الله السنة الجاية عندنا إيفنت عالمي لمهرجان المانجا اللي هيقام في 2022 إن شاء الله في الإسماعيلية. إحنا رواده، وإحنا كمان أنا وكام رجل أعمال عاملين المبادرة دي بدون أي دعم من أي حد، إحنا عاملينه مع نفسنا علشان نعمل تنشيط السياحة. وكمان السنة دي عاملين زيارات مجانية للمزارع بتاعتنا علشان خاطر الناس تيجي تزور اسماعيليه تنشيطا للسياحه الداخليه في محافظه اسماعيليه. ان شاء الله. انا بشكرك على هذه المبادره، وان شاء الله اول ما ترجع مصر تكون ضيفنا هنا في اخر نهار استاذ احمد شجيع. بشكرك جدا. يعني ده حاجات تدعو الى التفاؤل، والموقف اللي هو قاله انا لازم همسك يعني بالكلمه اللي هو قالها، انه شوف رغم ان هو كان واحد وفي حوالي 600 او 700 من الاثيوبيين عاملين مسيره منظمه، في ناس كتيره زعلانه من الجاليه المصريه في نيويورك وبتقول يا جماعه ليه الناس ما راحتش ونظمت وقفه، ودي حاجات رمزيه مهمه جدا. لكن هو قال انه مواطن واحد مصري ممكن يقف قدام مليون مواطن اخر، واعتقد انه احنا كلنا واثقين في ده.